أعلنت طيران الخليج أن ناقلته الوطنية لمملكة البحرين بالتعاون مع مطار رأس الخيمة الدولي عن بدء تطبيق جدولة رحلاتها إلى إمارة رأس الخيمة في 3 أكتوبر القادم، بواقع رحلتين أسبوعياً مع احتمالية استمرار تلك العمليات على مدى العام بين المطارين لربط إمارة رأس الخيمة بالبحرين وغيرها من الوجهات الإقليمية والدولية على شبكة وجهات طيران الخليج. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر طيران الخليج الرئيسي بمحافظة المحرق بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وأعرب وزير الصناعة والتجارة خلال حفل التوقيع عن سعادته بإضافة رأس الخيمة على قائمة وجهات طيران الخليج ورفع عدد وجهات الناقلة الوطنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3 وجهات تشمل إلى جانب رأس الخيمة أبوظبي ودبي. من جانبه أشار المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن هذه الاتفاقيات توسع من أفق مطار رأس الخيمة الدولي من خلال طرح العديد من خيارات الوجهات من الشرق إلى الغرب بما يضمن تحقيق رغبات المسافرين في المنطقة والعالم، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعزز من العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.